عاوزين نتكلم على ايه تاني؟ عاوزين نتكلم على ايه تاني؟ عاوز اتكلم على حاجة بس في ناس هتزعل مني. ولكن انا ما بيفرقش معايا، يعني مش ما بيفرقش معايا زعل حد. انا بقول رأيي واجري على الله. نجم كبير كابتن حازم امام ابن الكابتن حماد امام اللي جده الكابتن الحرية امام. حازم امام محدش يختلف ان هو لاعب رائع ومن افضل اللعيبة المهارية اللي جم في تاريخ مصر. حازم امام محدش يختلف على ادبه اخلاقه تربيته وحاجة، يعني بسم الله ما شاء الله. حازم امام بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا نفسي ابقى رئيس نادي الزمالك وهدخل انتخابات نادي الزمالك، ولكن ليست الانتخابات القادمة. طيب رأيي وبدون ما حد يزعل مني، مع احترامي الشديد للكابتن حازم امام، نادي الزمالك عاوز رئيس بمواصفات معينة. نادي الزمالك عاوز رئيس بمواصفات مرتضى منصور. نادي الزمالك عاوز رئيس بمواصفات محمود عبد الرازق شيكابالا. نادي الزمالك عاوز رئيس بمواصفات احمد عفيفي. نادي الزمالك عاوز رئيس زي ما الكتاب بيقول، رئيس مش طيب، رئيس مش كيوت، رئيس مش صاحب شوبير وسيف زاهر، رئيس مش بيطلع على اون تايم اهلي. لا، محتاج رئيس بمواصفات معينة. فمع احترامي ليك يا كابتن حازم، شوبير صاحبك وسيف زاهر صاحبك ومحمد ابو العيلة صاحبك والرجالة دي كلها اصحابك، بتطلع على قناة اون والدنيا لذيذة وانت منهم وعليهم يعني، طبعا واحمد رمزي، وانت طبعا يا كابتن حازم منهم وعليهم، فانت لا تصلح لقيادة نادي الزمالك تحديدا. انت ممكن تبقى رئيس نادي الشمس، ممكن تبقى رئيس نادي هليوبلس، ممكن تبقى رئيس نادي الصيد، الاندية الاجتماعية كيوت لان انت شخصية لذيذة ومحترمة وهادي الطباع، ولكن نادي الزمالك محتاج رئيس بمواصفات خاصة، رئيس يعرف يجيب حق النادي ويحط ايده في كرش اللي خد حق النادي ويرجعه تاني. انما نادي الزمالك مش محتاج رئيس طيب. نادي الزمالك مش محتاج رئيس طيب يا كابتن حازم عشان تقدر تواجه شياكة واناقة وذكاء ودهاء الكابتن أسطورة النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي كابتن خطيب. فأنا مع احترامي ليك يا كابتن حازم لا أدعمك تماما في أي منصب قيادي داخل نادي الزمالك. يعني سامحني، والله العظيم بحبك، والله العظيم والله العظيم والله العظيم أنا بعشق حازم إمام اللاعب، ولا أعشق حازم إمام الرئيس او القيادي في نادي الزمالك. فده كان بالنسبة للكابتن حازم امام والكلام ده كله. طيب تعالوا بينا ندخل على حاجة تاني. امبارح وانا بتفرج على مباراة مصر وتونس، يعني بفهم كرة على قدي، من وجهة نظر امبارح ان انا شفت لعيب عنده 22 سنة ومن صغره لعيب منتخبات وفي المنتخب الأولمبي لعيب أساسي وفي نادي يعني أكبر نادي في مصر بيلعب أساسي وفي منتخب الكبير بيلعب أساسي، لعيب عنده شخصية، لعيب راجل، لعيب تلاقيه في كل المواقف مش جبان، ما بيستخباش وراء أي لعيب، وهو أحمد أبو الفتوح. حد سمع إعلامي محترم، حد سمع اعلامي راجل، حد سمع اهلاوي بيقول كلمة الحق ان احمد ابو الفتوح طول مباريات البطولة هو افضل لاعب في منتخب مصر؟ حد قال ان ده لعيب صغير ولكنه كبير الشخصية؟
حد قال انه ده لعيب مستوى تطور مذهل على المستوى الدفاعي والهجومي، وبقى يلعب قدام مستويات تقيلة وما بيخافش وما عندوش الرهبة، وعنده شخصية يعني قوية وقيادية داخل الملعب؟ محدش قال كده. كل الطبالين والزمارين طالعين يدعموا اللعيب الفاشل البالونة اللي اسمه عمرو السولية كله، انما بالفتوح هجوم تلاقيه، دفاع تلاقيه، تمركز جيد تلاقيه، انما هو مش لعيب النادي الاهلي، هو مش لعيب النادي الاهلي. عشان كده انا من هنا وحضراتكم، انا وحضراتكم بندعم احمد ابو الفتوح، افضل لاعب في منتخب مصر، افضل لاعب في منتخب مصر. بتقول كده عشان انت زملكاوي؟ والله العظيم ابدا، والله ابدا. ما انا على طول بقول لك قفشه برقبه اوباما، اوباما ده ضربه في 100، ما يجيش شنكار قفشه، قفشه لعيب كبير، ولما تحطه جنب اوباما، اوباما ده يختفي. بقول كلمه الحق، واللي يزعل يزعل، قفشه اهلاوي بس بقول كلمه الحق، بقول كلمه الحق. فاحمد ابو الفتوح مفيش راجل محترم، لان احنا اعلامنا اعلام اشحل رصيدي واقول لك يا سيدي، دي جديده ومحدش قالها، عاوزكم كلكم تحفظوها وتقولوها، اشحل رصيدي وانا اقول لك يا سيدي. حلوه ولا وحشه؟ لا انا هقف عندها لان انا صاحبها، لسه جايه في دماغي دلوقتي والله. اشحل رصيدي وانا اقول لك يا سيدي، خلاص يا سيدي، دي بتاعتي انا عشان لو سمعتوها عند حد تاني، اشحل رصيدي وانا اقول لك يا سيدي. حلوه ولا وحشه؟ لا بجد بجد، لا سيبوكم من الاخبار ومن الكلام، انا بصراحه عجبتني، عجبتني والله، عجبتني وكيفتني. اشحل رصيدي وانا اقول لك يا سيدي. ومصطفى الزملكاوي هو عجباه، لما تطلع يا مصطفى على صفحتك استاذنك تقول ان انا صاحب السبق ده، تقول محمد قالها واشحل رصيدي وانا اقول لك يا سيدي. انا كنت بتفرج عليك النهارده يعني يا درش، انت من الناس المحترمه اللي بيقولوا كلمه حق يعني. فنسيب بقى اشحل رصيدي وانا اقول لك يا سيدي، وندخل على حاجه تاني. ندخل على ايه يا سيدي؟ يا اللي مش هتشحل رصيدي، عاوز ادخل على، بص انا مش هتكلم على تويته اجوجو، انا مش هتكلم على تويته اجوجو، لان اجوجو عمل تويته، فانا طبعا عشان نصغر من نفسنا قوي يعني، ونقعد بقى نقول اصل اجوجو عمل تويته وخالتي اللتاته وبهلول، هصغر من نفسي وانا مش بالمستوى اللي تحت ده، فمش هتكلم على تويته اجوجو. انتوا طبعا عارفين مين اجوجو، لا اللي ما يعرفش مين اجوجو هزعل منه، لا 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 مش هقول، لا 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 ما تزعلونيش منكم، ما تزعلونيش منكم، اجوجو انتوا عارفينه. بس الناس عماله تضحك ايه عشان اشحل رصيدي وانا اقول لك يا سيدي، اقسم بالله لسه جايه في دماغي دلوقتي، مش مترتبه خالص. طيب الاتحاد التونسي بيعلن إصابة ياسين مرياح نجم خط دفاع المنتخب التونسي بالرباط الصليبي، وبنقول له ألف سلامة يا ياسين، أنت لعيب كبير ولعيب محترم، إن شاء الله تقوم بالسلامة وترجع لناديك وللمنتخب على خير يا ياسين يا مرياح. الزمالك والمقاولين هيكون يوم 21 ديسمبر، اللي هو إيه؟ اللي هو يوم الثلاث الجاي، يوم الثلاث اللي جاي الزمالك والمقاولين العرب الساعة 8، الماتش هيكون على استاد عثمان احمد عثمان بالجبل الاخضر، الزمالك والمقاولون العرب الساعة 8 مساء يوم الثلاث اللي جاي، يوم الثلاث اللي جاي. ويوم الاربع برضو الرجاء المغربي والاهلي المصري، وان شاء الله كلنا بندعم وبنؤيد الرجاء المغربي الشقيق. فده بالنسبة لموعد ومكان مباراة الزمالك والمقاولين العرب. طيب في ايه تاني؟ امبارح للنهاردة كده قعدت اسمع
شوية حاجات وانا قاصد ان انا اسمعها، يعني عايز اشوف الوسط بيهري في ايه. لقيت لك الهري بهلول جايب واحد على التليفون ومعانا مش عارف مين، قول لنا بقى ايه الاخبار. بص بقى يا سيدي، الحصريات دي مش عند حد، الاخبار دي مش عند حد، وانت صاحب الانفراد وانت صاحب البتنجانات، والكلام اللي احنا هنقوله مش موجود اي عك في اي شوربه في اي فته في اي بتنجان. بص بقى يا سيدي المعلومه دي خير. بص يا استاذ بهلول قول، انا سامعك والمشاهدين سامعينك. بص بقى يا سيدي، وده على الخط قال يعني هو جايب مراسل، وهم اصلا تلاقيه جايب الجاره اللي في الشقه اللي جنبه وبيكلمه. انتوا فاهمين؟ انتوا طبعا فاهمين وعارفين انا بتكلم على مين، ولكن مش هذكر اسماء لان الحمد لله شعري بيض. اه والله شعري بدا يطقطق ابيض كده. المهم يجيب لك بقى واحد على التليفون ومعانا اللي مش عارف مين، وهو اصلا جاره متفق معاه او ممكن يكون ابنه، يعني انت فاهمني. وجاب لك بقى الراجل المراسل. بص بقى يا سيدي، منع هاني زادة من دخول نادي الزمالك. استنى استنى ايه، افلام حمضانة متسابة بره وما دخلتش التلاجة. اقسم بالله افلام حمضانة متسابة بره وما دخلتش التلاجة. وايه تاني؟ منع هاني زاده والاستاذ مرتضى منصور منعوا من دخول نادي الزمالك، وحط له الكلبشات على الباب ومنعه وحط له مش عارف ايه وايه تاني، ويعمل لك كده. وبص بقى يا سيدي واللي حصل، وبعدين وبص بقى اللي حصل مش عارف ايه. اه والله هقلدهولكوا بالظبط، هقلدهولكوا بالظبط لان انا وبعدين يروح عامل كده ويروح عامل كده ويروح لابسها تاني ويروح عامل كده وبعدين ولما منعه بقى روح وركب اوبر ولا ركب بالاتوبيس؟ لا ركب الاتوبيس. وبعدين ويعمل لك كده. ايه ده؟ ايه ده؟ احنا هنهزر؟ احنا هنهزر؟ ما تروح يالا انت هو يالا تشوف لك شغلانه، ولا تروح تتكلم على علي معلول وحسام حسن واحمد عبد القادر ومش عارف مين وكهربا والمشاكل اللي الاهلي فيها. هو انت عالم فاضي يالا انت هو يالا؟ ما تروح تشوف الاواضي اللي وراك. ما تروح، ده انت عندك اواضي لغايه يوم القيامه. انت عندك اواضي لغايه يوم القيامه. ما تروح تشوف اللي وراك. لا اعلام، اعلام. انا اسف لو كنت قلدته، لان انا يعني بيقولوا لي انت بتعرف تقلد. انا لو عملت قناه تقليد هتجيب ملايين يعني. المهم المهم ف يا طلع اللي هو ابن الاستاذ هاني زاده وطلع اتكلم وقال مفيش حاجه من الكلام ده، مفيش حاجه من الكلام ده، ووالدي لم يتم منعه من دخول النادي، وبطلوا هري، بطلوا هري، بطلوا هري. فعيب قوي والموضوع مفقوس قوي. انا ممكن اجيب اي حد من الناس اللي قدامي دي، يعني سامح اهو، سامح ابراهيم مناجي، واتفق معاه يعني اجيب حسين الجندي، اقول له حسين هتصل بيك وتعمل نفسك مراسل، ويخش حسين بقى بص يا استاذ محمد جايب لك خبر لسه طالع من التلاجة، قول ايه. بص يا استاذ محمد بقى مرتضى منصور بقى رئيس النادي الاهلي. يا سلام يا جدعان، يا جدعان، يا جدعان، اشحل لي رصيدي وانا اقول لك يا سيدي. ماشي. فالاستاذ هاني زياده المحترم لم يتم منعه من انتخابات او من دخول نادي الزمالك، وابنه النهارده طلع وقال مفيش حاجه من الكلام ده، والدي لم يتم منعه من انتخابات او من دخول سوري نادي الزمالك، ونهارده ابنه احمد
يعني المحترم والاستاذ هاني زاده المحترم، رغم الاستاذ هاني زاده هو صاحب غلطه عقد محمد ابراهيم، ولكن لم يتم منع الاستاذ هاني زاده من دخول نادي الزمالك لا هو ولا ابنه. لا المستشار مش عاوزه ينزل الانتخابات، المستشار قال له انزل مع حد تاني مش هتنزل معايا. المستشار ما غلطش، المستشار ما غلطش. طيب ده بالنسبه للاستاذ هاني زاده. بنسبة تتخطى 90% انفراد. لا ده مش انفراد، ده يعني معلومة ولكن لها ليست بنسبة 100%. يعني بنسبة تتخطى 90% الكابتن حسين لبيب هيكون موجود على رأس القائمة اللي بيتم ترتيبها حاليا عشان تكون قدام المستشار مرتضى منصور. وانا مسمي القايمة دي او الجبهة دي جبهة الخراب. اي حد غير مرتضى منصور الفترة اللي جاية في الزمالك فهم جبهة خراب. ده وجهة نظر يعني. ده وجهة نظر. فده بالنسبة للكابتن حسين لبيب اللي هو نازل الانتخابات. هو بينفي بس انا بقول لكم كابتن حسين لبيب نازل انتخابات نادي الزمالك، له الحق طبعا، ولكن انا ما بدعمش الا مرتضى منصور. طيب تعالوا بينا ندخل على، اتكلمنا طبعا على فتوح، تعالوا بينا ندخل على بيراميدز وبعدين شيكابالا. بيراميدز بيحاول مع شكري نجيب، شكري نجيب عقده بينتهي هذا الموسم. شكري نجيب عقده بينتهي هذا الموسم. الاسماعيلي بيحاول يجدد له وهو قريب من التجديد للاسماعيلي، انما بيراميدز عمال يزن عليه اصبر لنهايه الموسم ناخدك مجانا وناخدك فري ونعمل لك عقد كويس ونعمل لك مش عارف ايه ونعمل لك ايه والكلام ده كله. فبيراميدز بيحاول مع شكري نجيب، انما ممكن تبص تلاقي النادي الاسماعيلي يعني بخلص مع شكري نجيب وبيجدد 4 سنين او 3 سنين للدراويش، اللي انا اتمنى من كل قلبي ان هم يرجعوا دراويش بتوع زمان، الدراويش بتوع زمان. طيب ندخل بقى على شيكابالا. قلت لكم والناس القديمه تفكر الناس الجديده وتقول، حتى لو انا كداب اطلع اقوله مش هزعل والله العظيم، اقسم بالله ما هزعل. مين اللي قال لكم شيكابالا العقوبه مش هتتشال من عليه؟ مش انا اللي قلت لكم العقوبه مش هتتشال من على شيكابالا؟ شيكابالا فعلا مش هتتشال العقوبه من عليه، واخر ماتش ليه ماتش المقاولين اللي جاي يوم 21، وماتش غزل المحله يوم 25 ديسمبر. فشيكابالا مش هيلعب الماتشين دول، وابتداء من يناير ان شاء الله باذن الله شيكابالا هيرجع، وشيكابالا فورمته حلوه جدا جدا وراجع بشكل قوي جدا جدا جدا. طيب ده بالنسبه لشيكابالا عشان ما حدش يطلع يضحك عليك. الحق ايقاف العقوبه بتاعه شيكابالا، إيه الكلام ده؟ مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. طيب ايه تاني عاوز اتكلم فيه غير عقوبة شيكابالا؟ بن شرقي عندي اخبار بس تعالوا ندخل على الخبر ده. حصل تعديلات النهارده المستشار مرتضى منصور النهارده الصبح عمل تعديلات في قطاع الكرة في نادي الزمالك، تعديلات مهمة جدا جدا جدا. ايه هي التعديلات دي؟ قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تعديل منصب كابتن حسين عبد اللطيف من مدير قطاع ناشئين إلى نائب رئيس قطاعات الكرة الذي يتولى منصب الرئيس الكابتن محمد حلمي رئيس قطاعات الكرة في النادي، والنائب بتاعه كده الكابتن حسين عبد اللطيف. وتم تعيين الكابتن عصام مرعي مديرا لقطاع الناشئين، وتم ضم كل من أحمد صالح وليد صلاح عبد اللطيف وائل الأباني للجنة الفنية لقطاعات الكرة التي يترأسها الكابتن أحمد عبد الحليم. وتم تعيين الكابتن أسامة حسن نائبا لمدرسة
الكرة الأساسية البراعم في نادي الزمالك، والتي يتولى قيادتها الكابتن مجدي شلبي. مرتضى منصور بيشغل كل الأجيال في نادي الزمالك، يعني الكابتن مجدي شلبي ده جيل، والكابتن أحمد عبد الحليم جيل تاني، وأسامة حسن ده جيل، وأحمد صالح ووليد عبد اللطيف وائل أباني دول جيل، والكابتن حسين عبد اللطيف جيل، والكابتن محمد حلمي جيل، والكابتن عصام مرعي جيل. ادي رموز الزمالك اللي مرتضى بيحاربهم. اصل مرتضى بيحارب رموز الزمالك، اصل مرتضى بيهين رموز الزمالك. رموز الزمالك يا كذابين، يا اللي بتقولوا افترى يراد به بطل، يا كذابين. اصل بيحارب رموز النادي، اصل بيحارب رموز النادي. الكابتن حسين عبد اللطيف صعيدي زيي، او انا اللي سعيدي زيه واتشرف بيه. يعني امبارح انا قلت ان اوباما كان بيوجه كلمة كذاب للمستشار مرتضى منصور. ناس طلعت وقالت لي لا، هو بيوجه الكلام ده لاحد الاعلاميين. اتمنى من اوباما ان هو لو عنده الشجاعة ان هو يطلع، مش لازم يقول مين من الاعلاميين، ولكن يقول انا بحترم المستشار مرتضى منصور ولم اوجه له اي لفظ، وانا كنت بقصد حد تاني غير رئيس النادي اللي انا بلعب فيه. اتمنى اعتبروني امبارح ما قلتش حاجه. وهنرجع تاني لنقطه الصفر، مش عارفين اوباما يقصد مين. اوكي انا ما عنديش مشكله، يعني يطلع بقى اوباما يعرفنا، احنا مش عارفين. اطلع يا اوباما عرف، اطلع عرف. طيب، واحمد نبيل عاوزنا اقول اسمه، حاضر. يعني عندنا لايف الساعة 12 على قناة بعد الماتش لايف، موجود الرابط بتاعها في صندوق الوصف. هنطلع 12 بعد ماتش ليفربول، وهنتكلم في اسئلة واجوبة ودردشة والكلام ده كله والكلام ده كله. فما تنساش ان انت لو عاوز عندك سؤال، عندك كومنت، الكلام ده كله، هنستناكم ان شاء الله باذن الله. انا من اسيوط. طيب ندخل على عوده فرجاني ساسي، وساسي راجع. يا جماعه في تواصل ما بين ساسي وامير، في، بس مش معناها ان ساسي هيرجع، مش معناها ان ساسي هيرجع. اولا لان احنا القيد عندنا مقفول لغايه اخر السنه، اذا ما حصلش ايقاف قيد تاني القيد عندنا مقفول، زائد ان ساسي عقده ملك نادي الدحيل، فانت ازاي هتدفع رقم كبير للدحيل؟ هتدفع رقم كبير للدحيل ازاي وهو دافع لساسي 3 مليون يورو؟ فهو عاوز الفلوس دي، هتدي له 3 مليون يورو منين؟ ده غير عقد ساسي لما يجيلك. فاعتقد ان ساسي لو مشي فري الزمالك هيجيبه، ما مشيش فري شكرا. ده بالنسبة لي عودة فرجاني ساسي. طيب عندنا ايه؟ في انفراجة في موضوع محمد وناجم، وهيرجع ان شاء الله يعتبر النهاردة الفجر عشان يشارك في التدريبات، واشرف بن شرقي برضو راجع النهاردة، عشان الاتنين هيشاركوا في تدريبات بكرة ان شاء الله باذن الله، وهينتظموا في تدريبات الزمالك غدا. الكارتيرون قعد مع الدكتور محمد اسامة واطمن على حالة جميع اللعيبة قبل المباراة الهامة جدا يوم 21 ديسمبر الحالي، يوم الثلاثاء اللي جاي امام المقاولين العرب الساعة 8 مساء. فكارتيرون قعد وعمل جلسة مع طبيب الفريق الدكتور محمد اسامة، طبيب نادي الزمالك، عشان يطمن منه على حالة جميع لعيبة نادي الزمالك. تعالوا بينا نروح لعودة احمد حسام ميدو لنادي الزمالك. يعني طلع احد الاعلاميين وقال ان امير مرتضى بيتواصل مع ميدو باستمرار. استاذنكم ارفعوا رتم اللايك شويه يا رجاله، واكتب لي اللايك اللي انت عملته ده رقم كام بعد اذنك، لان انا بحب يعني اقعد كده دردش مع نفسي كده واقرا التعليقات بتاعت حضراتكم.
فعاوز اقول لك ان احد الاعلاميين بيقول ان امير مرتضى بيتواصل مع ميدو باستمرار وابدى رغبته في تعيين ميدو في منصب مستشار الفني لمجلس الاداره بدل الكابتن فاروق جعفر للاستفاده من شعبيه ميدو على السوشيال ميديا. طيب انا باحذر المستشار مرتضى منصور وامير مرتضى منصور من انضمام احمد حسام ميدو لنادي الزمالك. احمد حسام ميدو لما كان المستشار موجود في الولايه اللي هو قبل ما يمشي قبل المخالفات اللي هي ما طلعتش مخالفات قبل ما يمشي كان جايب احمد وامير ومقعدهم قدامه والدنيا زبادي خلاط. اول ما المستشار رحل بالمخالفات اللي انتوا عارفينها دي اياها المخالفات ومرتضى منصور خرب النادي ومرتضى منصور عمل النادي. بعد ما المستشار رجع يا سيادة المستشار اخواني عارفين انتوا الفيلم بتاع مورجان اخواني لقد ظلمنا المستشار اعتبرنا اولادك يا سيادة المستشار. الله عليك يا ميدو الله عليك يا ميدو يا عالمي انت عالمي بس انت عارف انت عالمي في ايه انت عارف انت عالمي في ايه وشعبية ايه اللي على السوشيال ميديا. ما احنا هو السوشيال ميديا ومش مقتنعين بميدو. ميدو مين وفكر مين ده ميدو اللي هو عارف هو اعلامي ولا عارف اذا كان مدرب ولا عارف اذا كان محلل ولا هو عارف اذا كان مش عارف مسك منصب في بيراميدز معرفش منصب ايه كده. ميدو ايه اللي تجيبوه ميدو ايه هو ميدو عارف الفرق ما بين المساك والهاف ديفندر ايه يا جدعان في ايه ايه يا جدعان في ايه اوعى يا سيادة المستشار ترجع ميدو النادي الزمالك ده اول واحد كان بينهش في لحمك. ميدو كان اول واحد بينهش في لحمك انت وولادك فاوعى ترجع احمد حسام ميدو. احمد حسام ميدو مرفوض من جمهور نادي الزمالك. عايزين ميدو يرجع اكتبوا يمكن المستشار بيتفرج علينا دلوقتي يمكن امير بيتفرج علينا يمكن احمد بيتفرج علينا اكتبوا عاوزين ميدو انا مش عاوزه عاوزين ميدو اكتبوا اه ولا لا نعم او لا اكتب نعم او لا اكتب لعل وعسى حد بيسمعنا لعل ومالكش دعوة برأيي انت حر اكتب اه ولا لا اكتب اه ولا لا بس هل ميدو يرجع تاني لا والنبي مش احنا كفاية بقى كفاية احنا عايزين الناس اللي بتحب الزمالك بجد مش الناس اللي هم عاش الملك مات الملك. ندخل على حاجة مهمة جدا 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 بن شرقي وتجديد رباعي الزمالك ورحيل سيف الدين الجزيري. بدأنا نخش في التقيل. اكتبوا 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 عشان لو حد بيتفرج علينا وبيشوف الشات دلوقتي اكتب 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 اكتبوا نعم او لا نعم او لا اشحل رصيدي وانا اقول لك يا سيدي. احب انا الكلمه دي عجباني بصراحه عجباني انا ممكن اغير اسم القناه اسميها اشحل رصيدي وانا اقول لك يا سيدي. طيب ندخل بقى على المهم فالاهم. امير كلم اشرف بن شرقي واتفق على ميعاد الرجوع وقال له هتيجي هنقعد مع بعض جلسه واحده يا نجدد يا ما نجددش يا نعرضك للبيع الكلام ده كله. اشرف بن شرقي جاي ومش هنقعد بقى نقول اصل هيجدد مش هيجدد هيعمل مش هيعمل لما يبقى يقعد نبقى نقول لكم ايه اللي حصل. انما حاليا ما اقدرش اضحك عليكم حاليا ما اقدرش اضحك عليكم. حلو حلو فده بالنسبة لبن شرقي اللي لسه هيقعد قاعدة ولسه مش عارفين نتيجتها هتكون ايه. طيب الفترة اللي جاية المستشار بيجهز الفلوس بتاعت لشبونة ومارتم والكلام ده كله ان شاء الله بإذن الله بإذن الله يعني احتمال الاسبوع اللي جاي ده تبص تلاقي احتمال وليس اكيد احتمال وليس اكيد تبص تلاقي الرباعي بتوع الزمالك جددوا تعاقدهم مع نادي الزمالك يا اما اتنين اتنين يا اما دفعه واحده هم الاربعه. مين هم؟
طارق حامد وابو جبل ومصطفى فتحي ورزاق سيسي، دول اهم اربعه بعد طبعا بن شرقي، دول اهم اربعه بيحاولوا يتكلموا معاهم. وحصل جلسه واتنين، وطارق حامد موجود هنا مش مع المنتخب اللي كان موجود في قطر، فاستغلوا وجود طارق حامد هنا في القاهره واتكلموا معاه اكتر من مره عشان تجديد التعاقد بتاعه، عشان تجديد التعاقد بتاعه. يا رجاله اللي عاوزنا نرد عليه، قناه بعد الماتش لايف في صندوق الوصف، اشترك، لاني لو ما اشتركتش مش هتعرف تتفرج عليا. اشترك فيها وهنتقابل الساعه 12 بعد مباراه ليفربول ما تخلص، وندردش مع بعض وناخد كل التعليقات على قناه بعد الماتش لايف، القناه البديله. فدول الرباعي اللي هيكونوا احتمال كبير الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله يجددوا مع نادي الزمالك. طيب اخر حاجه عاوز اتكلم فيها، العربي القطري عاوز سيف الدين الجزيري، وباعت عرض لنادي الزمالك، وباعت عرض لنادي الزمالك 4 مليون يورو. في كلام داخل مجلس الاداره ان المستشار مرتضى منصور هيوافق على العرض بتاع العربي القطري عشان الزمالك محتاج فلوس، وهيمشي سيف الجزيري وياخد 4 مليون يورو، يعني انت داخل لك في 75 مليون جنيه تدفع العقوبه اللي عليك، وترجع اسامه فيصل في يناير، وتدي البنك الاهلي سواء بقى حسام اشرف، حسام عبد المجيد، اي لعيب من الناشئين اللي مش محتاجهم، ويبقى كده عمر السعيد واسامه فيصل، وتودي الجزيري العربي القطري وتاخد 4 مليون يورو عشان فلوس الفيفا وماريتمو وتجديد بن شرقي وطارق حامد وابو جبل وسيسي ومصطفى فتحي والكلام ده كله. فاحتمال يبقى في الديل ده واحتمال ما يحصلش، ولكن هو تفكير حاليا داخل نادي الزمالك. هنشوف اليومين الجايين هيرسوا على ايه في نادي الزمالك. انا خلصت، وقبل ما تمشوا لو ما اشتركتش في القناة هزعل منك جدا جدا جدا، وتعمل لايك للفيديو قبل ما تخرج، وتفعل زر الجرس، ولو عاوز نتكلم مع بعض وندردش في التعليقات سؤال اقول اسمك، عندك كومنت نتكلم ندردش النهاردة الساعة 12 بالليل على القناة البديلة بعد الماتش لايف، موجودة في صندوق الوصف، انزل ادخل ويشرفنا انضمامك ليها، وهنتقابل الساعة 12 بالليل على قناة بعد الماتش لايف. تعليقات بس، تعليقات وكومنت بس، مفيش اخبار، الاخبار هنا على القناة الرئيسية بعد الماتش بس، انما التعليقات والدردشة على بعد الماتش لايف. لو ما اشتركتش في القناة انا بقول لك اهو هقرسك من ودنك وازعل منك. اشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله، السلام عليكم، مع الف سلامة.